عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. باش ندخلوا ديريكت في الموضوع باش نحكيه على اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي اللي كيما رينا البارح صحح كونترا جديد مع نادي باريس سان جيرمان حتى 2025. اسماعيل الغربي اللي خرج بوه البارح في موزايك اف ام وقال برشا كلام فيما يخص مستقبل ولده. دونك باش نرجعوا للكلام نتاع سيف الغربي وباش نحاولوا ناخذوا منه ما وراء السطور وباش نفهموا اسكو معناها اسماعيل باش يكون في المنتخب الوطني التونسي في قادم الايامات والا معناها موضوع للمتابعه والا معناها كلامات كالعاده. لكن قبل كل شيء كالعاده كانك ماكش مشترك في القناه اشترك جيم الفيديو باش يوصل لغيرك وهكا ما بقى لي كنقول لكم يلا بينا. كما ذكرنا معنا اسماعيل الغربي يصح اول كونترا معنا بروفيسيونيل مع نادي بي اس جي وبطبيعه الحال فما تفاهم بين الجهتين باش ياخذ شويه وقت مع الاكيب. دونك نرجع للموضوع واللي يهمنا خروج معناها بوه البارح في واحد من الاذاعات الكبيره حكى برشا كلام نحاولوا نلخصوا منه ونحاولوا نقراوا ما بين السطور. بالنسبه لي سمعت معناها التصريحات وسمعت الكلام اللي قالوا سيف الغربي. قال اللي ولدي باش يشارك مع منتخب اسبانيا اقل من 18 عام. قال اللي ولدي عنده مشكله مع المنتخب الفرنسي ومع مدرب المنتخب الفرنسي او 18 يحاول في التورنوا هذه نتاع البحر الابيض المتوسط باش يثبت معناها للمدرب هذا اللي راهو اسماعيل من طينه الكبار اللي معناها اسماعيل الغربي لازم فرنسا معناها تيجي لوراه بلغه الكره ماهوش هو باش يكون معناها يطالب ببلاصه مع منتخب فرنسا. وفهمنا زاده من كلامه اللي اسماعيل الغربي مازال معناها قابل في مخه اللي نجم يكون مع المنتخب التونسي. لكن باش نحاول نقرا لكم ما وراء السطور فهمت اللي يحب يخلي ولده عنده الشواء نتاع ثلاثه منتخبات يحب يخلي البيبان الكل مفتوحه امام الاتحاد الاسباني والا الفرنسي والا حتى التونسي. دونك اسماعيل الغربي ونتخيل معناها ما عندوش بلاصه في المنتخب الاول الاسباني بطبيعه الحال فما برشا معناها ملاعبيه صغار توا سرتو في برشلونه نحكيو على جافي والا نحكيو على بيدري عندهم اسبقيه عليه. زاد في المنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي كما نعرفوا الناس الكل يعج بالنجوم صحيح اسماعيل الغربي وبالتجديد نتاعو في نادي باريس سان جيرمان باش يظهر اكثر وممكن هكاك يستقطب معناها الاتحاد الفرنسي باش يحاول معناها يعطيه انفيتاسيون للمنتخب الفرنسي الاول. لكن ديما الاقتراح هذا مستبعد شويه هذاك علاش معناها فهمت من كلام بوه اللي الباب نتاع المنتخب الوطني التونسي مازال محلول. صحيح فما برشا توانسه فهموا اللي اسماعيل قريب برشا المنتخب الوطني التونسي كما رينا في الفيسبوك والا رينا في اليوتيوب برشا ناس معناها قالت رسميا اسماعيل الغربي باش يكون مع المنتخب الوطني التونسي. لكن بالنسبه ليا فهمت من كلامه اللي كلامه دبلوماسي نوعا ما يحب يخلي البيبان الكل محلوله. لكن باللي فهمت وانا نعطيك معناه اللي اسماعيل الغربي الاولويه نتاعو القصوى باش تكون المنتخب الفرنسي وهذاك علاش باش يشارك في التورنوا توا الودي مع المنتخب اسبانيا او 18 الهم نتاعو الوحيد اللي يثبت الجداره نتاعو واللي يحب يقول معناه للمدرب نتاع فرنسا اللي راني ملاعبي معناها غول ونستحق بلاصه في المنتخب الفرنسي. كان حب يجي للمنتخب التونسي والا عنده قرار باش يجي للمنتخب التونسي في قادم الايامات. ما فهمتش معناها علاش الدور هذه الكل وما فهمتش معناها علاش يعمل معناها في الصراع هذا مع المنتخب الفرنسي ويحاول معناها يبرهن روحه مع المنتخب الاسباني. كان ينجم معناها يجي للمنتخب التونسي يشارك معناها في ماتشوات اميكال مع النسور ويحاول هكاك باش يشارك معنا في كاس العالم. دونك بالنسبه لي كلام نتاع بوه ما تنجم تخرج منه بحتى معناها استنتاج كلام معناها انسان دبلوماسي خلى معناها الطرق الكل محلوله قدام ولده ما يحبش يخسر الاتحاد وقلوب التوانسه باش ولده نهار اخر كان معناها ما يلقاش بلاصه في اسبانيا والا فرنسا باش يلقى معناها بلاصه في المنتخب الوطني التونسي. هذا شنو فهمت من الكلام نتاعو؟ نعرف كان ملاعبي معناها يحب يتقمص معناها الزي نتاع نسور قرطاج ماهوش معناها باش يبقى يلعب يمين ويسار ماهوش باش يبقى ينقز بين فرنسا واسبانيا يجي ديريكت للمنتخب الوطني التونسي وبطبيعه الحال باش تشوف التبندير من التوانسه ونهزوه فوق الاكتاف ونقولوا معناها عندنا نجم يلعب معناها مع الكبار كيما نيمار وميسي ومبابي. كنت حكيت قبل حتى بجمعتين وتوقعت اللي راهو بوه نتاعو باش يعاود ينقز معناها من بلاتو لبلاتو مره اخرى وباش يحاول معناها يخلي البيبان نتاع الاتحاد التونسي محلوله. نسمع مع بعضنا شنو حكيت قبل بجمعتين قبل ما يخرج بوه مره اخرى في منبر اعلامي ويقول معناها برشا كلام ما فيش حتى استنتاج معناها نهائي. اسماعيل الغربي ينتقل رسميا للمنتخب اسبانيا او 18 وباش يشارك في دوره البحر الابيض المتوسط
مع منتخب اسبانيا، البول نتاعو فيه منتخب اسبانيا وفيه الجزائر وفيه المغرب وفيها فرنسا. دونك لهنا اسماعيل الغربي تحدى المنتخب الفرنسي، لكن اسماعيل الغربي ما اختارش المنتخب الوطني التونسي باش يتحدى فرنسا، اختار منتخب اسبانيا. دونك كترنوا اللي عملوا بوه في تونس تدخل عليه سفير متاع فرنسا في تونس، زيد في زيد كي انت الولد نتاعك ماهوش باش يجي للمنتخب الوطني التونسي وباش يشارك مع منتخب اسبانيا، علاش القيل والقال ونهار كامل من بلاتو لبلاتو تنقزلنا. دونك صحيح راهو اسماعيل الغربي بالمشاركه نتاعو في المنتخب الاولمبي مازال عنده الاحقيه نجم يلعب على المنتخب الوطني التونسي نهار اخر، لكن انا هذا الكل كتونسي ما يهمنيش، يهم نشوف الملاعب هذا اختار تونس والا ما اختارش تونس. فينالمو هو مشى توا لاسبانيا، يشارك مع اسبانيا، يشارك مع فرنسا، يشارك مع كرواتيا، حاجه ما عادش تهمني جمله. نهار اخر وقت يجي للمنتخب الوطني التونسي ويقول اني راني نحب نجي للمنتخب الوطني التونسي، الناس الكل باش ترحب به، لكن في الفتره الحاليه ماذا بينا نقص الموضوع هذا الجملة. والوالد نتاعو يجي لتونس كمواطن بتبعت الحال تونسي معز مكرم، لكن ماذا بينا معاش نحبوا نراو وجهه في البلاتويت وفي الراديو، بالراديو الراديو ينقز انا ولدي باش يختار تونس، لكن شويه ضغوطات، لكن شويه بالك شي مبابي هو معناه ضغوطات نتاع بي اس جي وريال مدريد وفلوس بالمليارات. دونك هذه كلها راهي اشاعات ونقود مزيفه، انا واحد من الناس دونك كما سمعتوا في الفيديو بالنسبه لي يهمني المنتخب الوطني التونسي، يهمني معناها الشعار نتاع النجم والهلال، يهمني معناها نصور قرطاج وقت اللي باش يكونوا متالقين في كومبيتيسيون كبيره كما كاس العالم، ما يهمنيش معناها اسم الاسامي. نتذكر معناها حمزه رفيع وقت اللي كان مع يوفنتوس الايطالي كان في عينيه الاسم نتاعو طالع على الاخر، اختار المنتخب الوطني التونسي وتمثيله للنجمه والهلال ما غير حتى تخمام. كيف كيف معناها حنا بعل المجبري، صحيح معناها ابطاء شويه في الاختيار نتاعو، لكن ما عايشناش مسلسل كبير كما مسلسل اسماعيل الغربي، ما بقاش برشا وقت باش اتخذ القرار نتاعو وجا للمنتخب الوطني التونسي. وهنا نراو فيه معناها كي يهبط معناها مع المنتخب كيفاش يلعب بجرينتا وكيفاش يلعب معناها غيور على الدرابو. دونك بالنسبه ليا مادام اسماعيل الغربي ما لبسش معناها المريول نتاع تونس، بالنسبه ليا ما ريتوش بالزي وما ريتوش بقميص نصور قرطاج، هذا الكلام كله زايد وهذا الكل اشاعات ونقود مزيفه كما حكيت في الفيديو. البو نتاعو معناها مازال باش يخرج برشا مرات في البلاتوي ومازال معناها باش يحاول يحل الباب قدام الاتحاد التونسي، وقت اللي باش يراه اللي الباب بدا يتسكر بشويه باش يخلي ديما ولده عنده طريق للمنتخب الوطني التونسي في صوره ما معناها تم رفضه من المنتخب الفرنسي، اللي نذكر مره اخرى اللي الهم نتاعو المنتخب الفرنسي هو راهو الملاعبي من حقه باش يلعب مع المنتخب الفرنسي، خاطر هذوما اللي لهاو بيه هذوما هما اللي كونوه معناها خرجوه معناها ملاعبي بالطريقه هذيك. دونك بالنسبه لي نحترم القرار نتاعو ونحترم معناها القرار نتاعو وقت اللي يلعب مع منتخب اسبانيا باش يثبت الجدارة نتاعو للمنتخب الفرنسي، لكن الشيء هذا الكل ما يهمنيش. بالنسبه لي مواطن تونسي نشجع المنتخب الوطني التونسي، نفرح وقت اللي يجيني ملاعبي من المستوى الطيب من المستوى معناها الكبير، ملاعب يلعب مع ملاعبيه معناها كبار برشا في الاوروب، ملاعب معناها يلعب في نادي كبير كيما نادي باريس سان جيرمان، لكن نفرح بالرسمي وقت اللي باش يجي معناها ما غير ما يتعزز وما غير معناها ما يعمل الطرق هذه وما غير معناها ما يرد ويعمل مونتاج ويعملوا مسلسل كبير. دونك بالنسبه لي اسماعيل الغربي الباب نتاعو مازال موجود للمنتخب الوطني التونسي، كان جاي للمنتخب التونسي الناس الكل بطبيعه الحال باش ندزوا معاه وبطبيعه الحال باش نبندروا له، وكان ما جاش للمنتخب الوطني التونسي ماناش باش نقفوا عليه كما ماناش باش نقفوا على اللي قبله كما معناها حاتم بن عرفه والا خضيره اللي وصلوا معناها لعبوا في لوت نيفو بي اس جي وريال مدريد وما وقفناش عليهم. والمنتخب الوطني التونسي ماهوش باش يتحسن بملاعبي ولا اثنين، باش يتحسن بمنظومه كامله ان شاء الله. معناها المنتخب الوطني التونسي قدم مردو طيب في كاس العالم وان شاء الله معناها نحاولوا نعيطوا سورتو معناها الاكثر معناها مزدوجي الجنسيه اللي معناها يقبلوا ديريكت باش يتقمصوا الزي الغالي هذايا. دونك هكا وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، اكتب لنا انت في التعليقات حول الموضوع هذايا كيفاش ترى معناها المستقبل نتاع اسماعيل الغربي، اسكو معناها باش يجي للمنتخب الوطني التونسي، اسكو معناها الملاعب هذايا مهم برشا في مستقبل المنتخب الوطني التونسي، تحاول تكتب لنا في التعليقات. هكا ما بقالي كان نقولكم نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.